طب سؤال بصراحة، انت فكرت ان انت في يعني في يوم من الايام تروح تقدم في اختبارات النادي الاهلي؟ حصل. ده كان عندك كم سنة ساعتها برضو؟ كان عندي يمكن 11 12. طب وايه اللي حصل؟ حاجة كده لقيت الدنيا زحمة جدا قدام النادي. جدا. تمام؟ ماشي. وانا اهلي يعني مش عارف اروح لمكان تاني. ما رحتش عملت اختبارات في اي نادي تاني؟ لا، كنت رايح لده بس. تمام. بس فسالت حد على الباب فقال لي ايه ده لسه قدامه يجي 10 ايام ولا حاجه. تقريبا كان بيشتغلنا عشان امشي. واعتقد هو كان اخر يوم ولا حاجه. ولما ابويا عرف طبعا رن لي علقه. تمام. ليه بقى؟ ومن اللي عشان مش عاوزني اروح. مفيش اب. بس كان عنده موهبه، والحب ده كان باين عليه، الشغف ده كان باين يعني من الطفوله. زمان الكوره دي تقول لك يا عم لا دراستك إيه؟ ومدرستك طيب وبعدين فضلت انا بقى في اللعب ومتابع بقى. مفيش ماتش من الماتشات ابدا فاتني في الاهلي ولا الكلام ده. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت ساعات كتير جدا بسافر ورا الفرقه. الاهلي راح يلعب المحله فنروح المحله، الاهلي بيلعب في المنصوره فنروح المنصوره. ومن زمن كان في فتره كده في اواخر الثمانينات ولا حاجه كانت الماتشات اللي في المحافظات ما بتتذاعش. فلهوي الماتش ما بتتذاعش. كنا بنستنى فهم عمر الاذاعه الكبير عشان طبعا. يا سلام. عشان نسمع التحليل بتاعه الماتش والفرق الثانيه عملت ايه. لما مثلا مستني ان الاهلي لول الزمالك بينافسوا على الترتيب الجدول او الاسماعيلي او الكلام ده نشوف. فطريقته مميزه جدا. ابويا كان بيصحى من النوم لما اعرف ان الاسماعيلي اتغلب وهو كان هيكسب. لو كان كسب كان ما اعرفش بتاع بهلل. ان انا عرفت ان الاسماعيلي مش عارف ايه كان بيقوم وبرضه اخد علقه. والله طيب انا شايف الشخصيه ديت وهي بتتفرج على الكوره شخصيه محتاجه انها تكون لوحدها. معرفش ليه ويمكن انا غلط. يعني انا شايف اللي هو مستني النادي الاهلي ولو اي نتيجه لو تعادل حاجه بتزعل. كنت بتتفرج على الماتشات ازاي يعني لوحدك محدش يكلمني ولا وسط مجموعه ولا على القهوه ولا مع اصحابك؟ كنت بتتفرج على الماتشات ازاي؟ لا ما بحبش اتفرج على الماتش لوحدي، بس هم كلهم عارفين ان محدش يضايقه في الـ في الـ في الحاجات ديت. لما كبرت عقلت فلما الاهلي يعني محدش ده يعني لو جه في الاهلي محدش يكلمه محدش يجي جنبه في الموضوع ده. بيبقى تشله ولا الكلام ده وبنبقى ملتزمين الصمت لغايه الماتش ما ينتهي ولا الكلام ده. وانا دايما متعود واعتقد ان الاهلي كده اصلا احنا ما بنفرحش الا في الاخر، وبنحترم كل الناس وبنحترم كل الفرقه ونحترم كل حاجه ونفرحش الا في الاخر. يعني ما افرحش وانا فاضل لي مثلا خمس ست دقائق لا يحصل معرفش مين الا في الاخر اللي بنقوم نهلل ونحصل الحواديت ده. فانا كنت بحب اتفرج مع اصحابي. تمام. ومن بعد بقى ما كبرت ودخلت في الوسط الفني كمان، يعني عندك مثلا هشام ماجد وشيكو زملكاويه. فمره عزموني على ماتش اهلي وزمالك، والحظ دوت ان الزمالك هو اللي كسب الاهلي ساعتها بضربات الجزاء بتاع السوبر. رد فعلك بقى رد فعلك طبعا انا مولع زي ما بيتقال يعني بس مبتسم في وسط الناس خلاص، لدرجه ان هم تقريبا كمان كنا بنتفرج انا مش فاكر اسمه راحوا لواحد صاحبهم عضو مجلس اداره الزمالك عضو مجلس اداره النادي اوكي خلاص مش فاكر اسمه يعني وقاعدين بنتفرج في فيلته والزمالك وضربات الجزاء والكلام ده وبتاع وماتش السوبر والزمالك كسب. وقعدوا يعملوا فيديوهات وهما بيكدوني وبيزوني والكلام ده شيكو وهشام ماجد وحاجات كده. انا وفهمي الاهلاويه يعني فهمي من الثلاثي هو الاهلاويه.